التقوا بالفعل مع فضائيين. في التقرير اللي جاي هنتفرج على لقاءات الفضائيين، خليكم معانا. ريندل شام فورست. في احدى ليالي الشتاء بالمملكة المتحدة، لوحظت بعض الاضواء البعيدة بالقرب من سكنة عسكرية للقوات الجوية البريطانية. ورغم ان جهاز المراقبة اكد ان هذه الاضواء لا تشكل اي تهديد، الا ان مجموعة من الجنود اتجهوا نحو مكان انبعاثها. وقبل وصولهم لاحظوا مركبة فضائية من 3 أرجل وتتجه مكان كانت المركبة قد اختفت، لكنها تركت مجموعة من الاثار على سطح الارض. The Belgian Triangle. في بلجيكا، أكد 30 شاهدا من بينهم 3 عناصر من الشركة أنهم رأوا مركبة فضائية مثلثة تطير في السماء. وبمجرد استشعارها من الرادارات انطلقت طائرة F-16 لمحاصرتها، ولكن بدون جدوى. فبمجرد اقتراب طائرة منها انطلقت المركبة بسرعة كبيرة واختفت بشكل نهائي. هوبكنزفيل. خلال فصل الصيف، قررت تايلور من هوبكنزفيل قضاء جزء من العطلة في إحدى المزارع بمنطقة كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الليلة الأولى من العطلة، سمعت أصوات غريبة في المزرعة المجاورة دفعت أفراد الأسرة لحمل أسلحتهم والخروج لتقصي الأمر. كانت المفاجأة كبيرة. مخلوق غريب بحجم 3 أقدام ونصف، رأس كبير مقارنة بحجم الجسم، وأذان وظافر حادة. أمام هول الحدث والرعب الذي انتشر، بدأ الشبان يطلقون النار عشوائيا، لكن المخلوق استطاع الإفلات بسرعة كبيرة. لم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد قضت الأسرة ليلة مرعبة بعد مجيء مجموعة أخرى من الكائنات التي بدأت تضرب الجدران والأسقف بقوة. The Battle of Los Angeles. أشهرا قليلة بعد واقعة بيرل هاربر، أطلقت صافرات الإنذار بسبب مركبة غريبة تحوم في سماء لوس أنجلوس. وكرد فعل سريع، أطلق الجيش الأمريكي العديد من الصواريخ المضادة، لكن دون الإفلاح في إصابته بشيء. في صبيحة اليوم الموالي، أعلنت قوات الجيش أن هذا الجسم لم يكن إلا بالون اختبار لأحوال الطقس، لكن الشهود أقروا أن هذا الجسم كان بكل تأكيد مركبة فضائية، وأن الجيش كذب في إعلانه من أجل تهدئة الناس. بارني أند بيتي هيل. أثناء قيادتهما السيارة في وقت متأخر من الليل، مرق بارني وبيتي هيل شيئا يلمع في السماء ثم يختفي. تكرر الأمر 3 مرات، مما دفع الزوجين للتوقف وتقصي الأمر. أخرجت بيتي بنظارها الخاص وبدأت البحث. قضى الزوجان ساعتين من الوقت دون أن يتذكرا ما حدث. فأثناء العودة للبيت، اعترض طريقهما مجموعة من الكائنات الفضائية التي حاولت اختطافهما وأخذهما إلى المركبة الفضائية، وهو ما يفسر ثيابها الممزقة. تريفيس والتون. كان تريفيس والتون واصدقائه متجهين الى البيت بعد انقضاء يوم العمل في قطع الاشجار. واثناء القيادة، لاحظ الاصدقاء شرارة مضيئة تهبط من السماء. اعتقدوا في البداية ان الامر يتعلق بهبوط اضطراري لطائرة ركاب، فقرروا الاتجاه نحو المكان ليجدوا صحنا فضائيا مرتفعا 15 قدما عن الارض. اقترب تريفيس اسفلها، لكن المطاف انتهى به داخل الصحن الطائر. اما البقية فلاذوا بالفرار. تم ايجاد ترافيس 5 أيام بعد الحادث ملقى في قارعة الطريق، حيث أخبر الجميع بأنه كان محاطا ب3 رجال فضائيين لونهم رمادي وأعينهم سوداء. The Man in Black. في أحد فنادق أونتاريو بكندا، دخل رجلان يرتديان معاطف وقبعات سوداء. سأل عن مدير الفندق، وعندما أخبر أنه غير موجود، تجول في بهو الفندق وتفحصه بطريقة غريبة. كان الرجلان ذوي أوصاف غريبة جدا. حضرتك شفتوا دلوقتي بعض الفيديوهات اللي يمكن بعض الكاميرات المراقبة صورتها وأقرت وقالت إن فعلا موجودين، يعني يمكن بيتجسدوا كمان بشخصيات بشر وبيتحدثوا لغة غير معروفة. ويمكن في فيديو إن شاء الله نلحق وقت حلقتنا يسمح إن احنا نعرض لكم تقرير مهم جدا عن الكائنات الفضائية لوجودها ومشاركتها في دعم التكنولوجيا في أمريكا. الموضوع كبير قوي. طيب تعال ناخد الموضوع بشكل قديم شوية. لما عملنا سيرش كده وبحثنا وعرفنا إني
بعض المؤرخين وبعض العلماء المتحدثين في اوروبا ان بيقولوا ان الحضاره المصريه، وبيشككوا طبعا، ويمكن الكلام ده يمكن احنا ما بنصدقوش، الحضاره المصريه حضاره قويه وعريقه وكبيره ونشات على زمن كبير قوي، كبير جدا يعني من العمر. قالوا ان يمكن حجم حجر اللي اتبنى بيه الهرم كبير جدا، يثقل على الانسان ويصعب على الانسان حمله لبناء الهرم زي ده، فأكيد تم الاستعانة بكائنات فضائية. يمكن لما كان البرهان على إجابتهم في سؤال زي ده كانت الإجابة بالضبط كده، أن علاقة الهرم كبيرة جدا بعلم الفلك، وأنه يعني ليه علاقة طردية زي ما بيقولوا مع حركة النجوم وحركة الشمس، فده أكيد كان لسبب استدعاء بعض الكائنات الفضائية. ولكن إحنا بنجاوبهم لو ده كان حقيقي، يعني ليه تم توقف عن زيارة كوكب الأرض وزيارة الأهرامات، يعني بما أنهم هم شاركوا في بناء هذه الأهرامات زي ما كان بعض العلماء والمؤرخين اللي كانوا بيكتبوا الأوروبيين والأغرب. في صحيفة أسبانية كمان كتبت أن ظهر كائنات فضائية في الغردقة، يعني يمكن صحيفة أسبانية سابت كل حاجة في العالم وتحدثت في هذا الأمر وقالت أن في الغردقة في مصر ظهر بعض الكائنات الفضائية. يمكن دي بعض التقارير اللي ممكن حضراتكم ترجعوا لها وتشوفوها تاني على اليوتيوب لضمان المصداقية. في كمان ديانة ظهرت اسمها الديانة الرأيلية. الديانة الرائلية دي كتاب يمكن غريب جدا اللي اخترعه واللي كتبه راجل يعني قرر ان هو يعبد الكائنات الفضائية، وبيقول ان الكائنات الفضائية دي عبارة عن ملائكة بتسكن بعض الكواكب اللي جت في نشأة الارض من البداية، وان هم صحاب هذا الكون وانهم يستحق ان يعبدوا. وطبعا ده يعني الخواء الفكري زي ما بيقولوا كده، الخواء الفكري والفراغ الفكري اللي ممكن يصل لدرجة ان شخص يؤمن بهذه التخاريف والأمور الغريبة إن هو يعبد الكائنات الفضائية. عايز أوريكم تقرير مهم للشخص اللي احنا يمكن بنصدقه دايما، البعض والكثير مننا بيصدقه. دكتور مصطفى محمود تحدث عن هذا الأمر، ويمكن في بعض حلقات برنامج دكتور مصطفى محمود كان بيتكلم في أمور كتيرة قوي، كان من ضمنها الفضاء الخارجي والفضائيين والكائنات الفضائية. في تقرير مهم جدا هنشوف دكتور مصطفى محمود تحدث عن الفضائيين والكائنات الفضائية ازاي. خليكم معانا. أقول له لا أبدا، ممكن تكون طلعت في أماكن كثيرة جدا، والقرآن فيه إشارة صريحة في الحكاية دي، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، يعني في السماوات وفي الأرض من دابة، يعني في السماوات دواب، دي آية صريحة. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، فيهما يعني في السماوات دواب، دي إشارة على إن في حياة فوق، في كواكب ما نعرفهاش، في مجموعات نجمية بعيدة. وبعدين وإنه على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا ربنا هيجمعهم، هيجمع المخلوقات اللي إزاي على شاشة التلفزيون، جايز هم يجونا في أطباق طائرة إحنا نروح لهم، ممكن كل ده محتمل، مش بعيد. لتركبن طبقا عن طبق، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال عن آدم إني جاعل في الأرض خليفة، دي كلمة مش بسيطة، كلمة مش بسيطة، وثبت فعلا الإنسان ربنا اداله مفاتيح الحاكمية على البيئة. هو دلوقتي بيقلب الحر برد والبرد حر، وبيزرع الصحاري، وبيحط قلوب الموتى في قلوب الأحياء، يعني وبعدين يحط رجل على القمر ورجل على المريخ، لا ده بحاجة مش عادية بقى. فالخلافة اللي ربنا اتكلم عنها سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، دي حكاية كبيرة خالص. وعشان كده أنا ساعات لما بقرأ عن الجماعة الهنود اللي يقول لك القيامة هتقوم بكرة، القيامة هتقوم الأسبوع الجاي، لا، أنا شايف إن لسه الإنسان هيكون له انتصارات كبيرة جدا، لأنه لازم هيثبت هذه الخلافة. الخلافة دي معناها ربنا هيديله مفاتيح السماء الأولى كلها، هيستعمل الكون. فالقصة لسه مستمرة، القصة مستمرة وسوف تتعدد فصولا، والحكاية كبيرة خالص.
طبعا كان كلام دكتور مصطفى محمود قد ايه مقنع، يعني ان هو راجل تحدث بآيات من القرآن الكريم وقال بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، فكان برهان وخير برهان القرآن الكريم انه بيشرح الآية ان ما بين السماوات والأرض دواب، دواب كل ما هو يدب زي قدمك كده لما بتدب على الأرض في بعض تفسيرات المفسرين في هذه الآية. ويمكن ده كان قول دكتور مصطفى محمود لما قال ان الكائنات الفضائية موجودة، ليه لا؟ هذا الملكوت الشاسع الكبير أكيد موجود فيهم، ويمكن ببرهان الآية الكريمة إن ربنا سبحانه وتعالى خلق ما بين السماوات والأرض أكيد في ملكوت تاني بيدب في السماء. يمكن هناخد بقى يعني الفيديو اللي أثار بعض الجدل مؤخرا في ماليزيا وكانت عرض في بعض وكالات الأخبار، ظهور مركبة فضائية بالنهار، فده كان غريب. يمكن البعض بيعتم على هذه الأخبار علشان ما يثيرش بلبلة، وإن الموقف ممكن يقال عليه إن هو خدع سينمائية أو جرافيك. يلا نتفرج على الفيديو ده ونعلق عليه مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين ان ده كان فجر يوم في ماليزيا ظهر فيه هذه المركبة الغريبة، ويمكن لو الصوت فتح شوية هتسمعوا صوت لغة الماليزيين، اللغة الماليزية، واللي صور هذا الجسم بيتفرج وبيشاهد بالصدفة ان هو كان بيصور موقف فظهر له ده، او كان بيصور طبعا وظهر الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا يمكن العلماء اقروا واثبتوا ان 7 مليار كوكب موجودين في مجرتنا او في هذه المجره اللي بيقال عليها درب التبانه، فاكيد ليه لا يعني يكون ما بين 17 مليار كوكب موجود كوكب قابل للحياه زي كوكب الأرض. ويمكن كمان بيقولوا أن المجرة فيها 200,000,000,000 نجم، طبعا يعني رقم شاسع، وكل نجم زي الشمس، وطبعا أكيد بيدور حواليه بعض الكواكب اللي ممكن يكون عايش عليها مخلوقات أخرى زي البشر. دي كانت حلقتنا النهاردة بعنوان الكائنات الفضائية حقيقة أم خيال. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات ومن هذه الحلقة في برنامجكم عقلة مجنونة. إن شاء الله أشوفكم الأسبوع اللي جاي، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكان في الدنيا ادي عادة زي الفل، وادي أكل ست الكل، البس اشرب أو كل وسيب الباقي عليا. عقل 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 ولا